النعمة عندما تجد أنك مضطر كهذا الرجل أن تكون في بيت ما في كهرباء وتضطر تجلس تحت عمود الكهرباء اللي في الشارع لتحضر درسك، لأن المكتبة كانت تسكر الساعة بالليل، مكتبة التجارة. فكنا نجلس تحت عمود الكهرباء لنكمل دروسنا لما عنديش كهرباء. ليش هدم؟ ليش هاي المعاناة؟ مش معاناة. طب أنا قاعد في جو طبيعي في الهواء الطلق ومستمتع، فمن رجلي بقعد على جنبي بعيش مثل ما أنا عارف، أحول أي مشكلة إلى فرصة. هذا هو المفهوم اللي أنا أريد أن أنشره، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أستطيع أن أنقله إلى أبنائي وأحفادي. إذا كانت أربع أولاد أنا عندي ثمان أحفاد، وبالإضافة إلى الأربع أولاد الآن الأحفاد أصبحوا أطول مني، طبعا كلهم أطول مني، أطول مني وأكبر مني، أكبر مني في العمر، أحفادي أكبر مني. وأنت بتعرفه دكتور صالح حاسم، معالي الدكتور صديقي العزيز وزميلي ونائبي في المنظمة العربية لجودة التعليم اهتمام، وأمين عام لاتحاد جامعات الدول العربية، صديق عالمي ويعرف الكثير من بس يمكن هاي الجوانب ما بحكيش فيها أول مرة عم بسمعها، بس بعرف لك صديق عالمي. ما أريد أن أقول هو أن أنتقل إلى النوم، يعني إحنا ما دام لي أنا أتشرف بأن أكون على المنصة عليها السيدات قادرات رائدات في هذا المنتدى العظيم، اللي شرفني الدكتور نادي بأن دعاني لأن أكون فيه. الأنثى كانت من بداية حياتي، أنا أول مبلغ قبضته في حياتي كنت طالب في الجامعة الأمريكية. هذه قصة نحكيها لأول مرة لأنه زوجتي مش هون. أنا كنت في الجامعة الأمريكية، كان في مباراة بين طلبة جامعات الدول العربية في كتابة القصة القصيرة، من تنظمها جمهورية مصر. اشتركت في هذه المباراة وألقت قصة قصيرة موجودة على الموقع تبعنا، يقرأ قصة تافهة يعني لسه. وإن كان اللي حصل إني أخذت الجائزة الأولى واستلمت مبلغ $500، $500 من دفعة واحدة. لم يكن في حياتي ذلك اليوم كان في جيبتي أكثر من $10، فمرة واحدة $500 وقعدت أصرف فيها، مش عارف كيف أصرفها لأنه كمية هائلة، لا يمكن أكثر، لا يمكن أن تتصرف $500 من يعني دولة. وطبعا تدعاني العميل وقال لي انت شو عم تعمل في البزنس سكول؟ انت المفروض تصبح حديث لانك تكتب كتابه جيده. قلت له والله انا انسان بدي اتذكر الكتباء يمتعونا ويسعدونا والشعراء العظيمين اللي كانوا الشعر اليوم، هذول هم يعني غذائنا الروحي، بس انا في عندي عائله بدي اطعميها، بدي اصرف عليهم، فاريد دخلا، اريد وظيفه اللي تدخلني فلوس واستطيع ان استمتع بالادب لوحده. وفعلا انا درست شكسبير وكنت ادرس شكسبير للطلبه اللي في صفي، يعني اطلع من صفي اللي انا بدرس فيه لنام غرفه ثانيه في مدرسه ودرس فيها اللغه الانجليزيه واترجم كتب الاقدام. المهم مش هذا اللي اقوله، موضوع القصه كان اسمها الصدى اللعين، والصدى اللعين هي قصه حب. كنت أحب فتاة وهذه الفتاة يوم من الأيام بحكي القصة كما هي، القصة تدور حول الفهم المختلف بين الرجل والمرأة. المرأة كانت أو هذه الفتاة الأنثى عندما جئت وقلت لها إنه أنا عندي مشكلة وهي قضية فلسطين، موضوع قصة مفروض وطني ولكنها قصة حب. فكانت يعني
تسمع ومستمتع بالحديث. الى اليوم والدي قال له والدي عاش 107 سنوات الحمد لله، وكان يعني علمني الكثير من الاشياء البديهيه، ومنها مثلا انه كان يقول ان الله يوزع الارزاق قبل غروب الشمس، فلم يكن يسمح لاي واحد فينا ينام بعد طلوع الشمس حتى لو ما فيش درس، لأن يقول ربنا بعد ما تطلع الشمس يكون وزع الارزاق رزقك راح خلى واحد ثاني. ولذلك انا اداوم في المؤسسه في المكاتب قبل الموظفين، وبرات اكون قبل المراسلين بشتغل معاهم في تنظيف المكتب وتحضير المكتب. فالقصه تكون انه يوم والدي بيقول لي يا ابني نبضى يا ولد فلسطين فلسطين ضع، هذا كلام سخيف وحلم انتهى. طبعا لم اعجب بالكلام فجيت احكي لها القصه. فطبعا طيب خاطري هذه السيده او الان التي تحبها، ورحت الى البحر ووقفت على الشط. على الشط كان في قطعه سوداء على الشط وسخ، وكانت الامواج تجي تحاول ان تخطفها وتفشل، تحاول وتفشل الى ان اخذتها. عندها شعار باننا انتصرنا، وان هذا الصدى اللعين صدى والدي، كلام والدي انه ما في امل ان ترجع فلسطين ضاع. ورجعت لها بكل سعاده، قلت لها تحقق الحلم والحمد لله. فكان جوابها امتى راح تقومي؟ فكان هي لان الموضوع الحلم هو حلم زواجي، بينما انا الحلم عندي بالاكل الاحمر كان هو الحلم في تحرير فلسطين. فاصبت بصدمه وشعرت باننا نعيش كل واحد في بيوته.